لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة. بسم الله الرحمن الرحيم. أجمل وأحلى وأروع صباح عليكم جميعا. صباح الخير والسعادة، صباح الأمل والعمل، صباح الرزق الحلال. دايما بتسمعونا على أون سبورت اف ام على التردد 93.7، اتصالاتكم من أي موبايل على 1720، وتبعتولنا أي رسالة على 93.70، أو الاتصال من أي خط أرضي على 0900-93.70، وترددنا على المايل سات 11-8-4-3. أهلا وسهلا بحضراتكم. كالعادة نبدأ دايما بموجز الأخبار. الموجز بيقول إن الإسماعيلي فاز على القطن الكاميروني بهدفين لباير محمدي وكريم بامبو، وضع قدم في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا. الونش يعود للمشاركة في مران الزمالك بعد تعافيه من الإصابة في العضلة الضمة وتدريبات تأهيلية لطارق حامد. كريستيان جروس يرفض فكرة عودة شيكابالا، ومحمد عنتر يطلب الرحيل للحصول على فرصة أفضل للمشاركة. إيهاب جلال وصل إلى القاهرة، ومنها إلى سمير حلبية رئيس النادي المصري، واجتماع مع مجلس إدارة النادي المصري لوضع الاتفاق على خارطة الطريق للإصلاح في النادي المصري في الفترة المقبلة. أحمد حسام ميدو مدربا مؤقتا ومستشارا فنيا لنادي الوحدة السعودي حتى نهاية الموسم خلفا للمدرب البرازيلي فابيو كاريلي. الجزائر ترفض تطبيق قرار اتحاد شمال أفريقيا لكرة القدم الذي يسمح بالتنقل للاعبين بين مختلف الدوريات، ومصر هتحذو حذوها. ليفربول يحافظ على صدارة الدوري الإنجليزي بثلاث أهداف مقابل هدف في مرمى المان يونايتد، وأرسنال يسقط أمام ساوثهامبتون بثلاث أهداف مقابل هدفين. وعندنا كل نتائج البطولة الإفريقية. خلينا نروح إلى التفاصيل أعزائي المستمعين، ونفكر حضراتكم أعزائي المستمعين أنه الإسماعيلي تعاقد مع البلجيكي سيدومير جانوفيسكي، ده المدير الفني الجديد للإسماعيلي. هو درب كتير في بلجيكا، له سيرة ذاتية جيدة. فضل النهاردة أنه يتابع، أو امبارح فضل أنه يتابع المباراة من خلال المدرجات، ويعني حصل حوارات ما بينه وما بين الجهاز الفني، لكنه لم يتعرف على اللاعبين بشكل جيد حتى هذه اللحظة. وهو حيقود الإسماعيلي في لقاء العودة بإذن الله. كل التمنيات بالتوفيق للنادي الإسماعيلي، لأنه أمر مهم جدا وجود النادي الإسماعيلي في دوري المجموعات. الإسماعيلي هو أول بطل إفريقي. طيب، امبارح كان يوم مشهود في النادي الأهلي. الأهلي كده زي ما تقولوا كده إيه، خدنا على أخوانا يعني رأس الناس كلها، وامبارح خلص كل حاجة. امبارح الأهلي استقر على مدربه، وجاب المدرب كمان مارتن لاسارتي الأوروغواني اللي أنا قلت لكم امبارح كل يعني تفاصيله من أولها لآخرها، ووضح قصته ووضح سيرته، ووقع العقد النهاردة أو امبارح. وقع العقد في النادي امبارح كان في وجود كابتن محمود الخطيب الأول، وبعد كده كابتن سمير عدلي، بعد كده كابتن سيد عبد الحفيظ، بعد كده أمير توفيق. والراجل عمل جولة في النادي الأهلي. بالصدفة أنا كنت متواجد في النادي الأهلي امبارح، شفته كان ماشي في حالة انبهار، لأنه عارفين حضراتكم الفرق في أوروبا وفي أمريكا الجنوبية مفيش نادي اجتماعي كده، مفيش جنينة ومفيش مطعم ومفيش حدائق ومفيش جيم، لا 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 لا، تبقى حاجة خاصة بكرة القدم فقط لا غير. فالراجل يعني امبارح بيتجول في النادي كان في حالة انبهار وحالة سعادة، واصطحب اثنين مساعدين معاه، المدرب سباستيان وده كان لعيب في المنتخب الأوروغواني، وأيضا مخطط الأحمال خفير، وكمل هو بمحمد يوسف مدرب عام، وسامي أمصان هيكون مساعد مدرب معاه، وطارق سليمان هيكون مدرب حراس مرمى، ويعود عادل مصطفى لتدريب فرقته اللي كان بيدربها فرقة 2003. لكنه الأكتر إن الأهلي امبارح أعلن كل التفاصيل بقى بعد إعادة هيكلة وتشكيل قطاع كرة القدم من أوله لآخره. قطاع كرة القدم ألغى تماما قصة اللجنة الفنية، مبقاش في لجنة فنية، بقى مشرف عام على الكرة هو كابتن محمود الخطيب، ولغى اللجنة اللي هي أو لجنة الكرة عفوا، وما فيش حاجة اسمها لجنة فنية، في حاجة اسمها لجنة اكتشاف المواهب بعد اعتذار كابتن علاء ميهوب، تم اسنادها للكابتن محمود صالح، ويعاونوا كابتن ناجي خليل وكابتن حمدة برادي وكابتن صديق
الجمال. إدارة التعاقد كمان أو التعاقدات قبلت استقالة فضل وحسام غالي، وتم الاستغناء عن خدمات هيثم عرابي، وأصبح عدل القيعي مستشارا للتعاقدات، وأمير توفيق مديرا للتعاقدات. كمان حصل تعديل في قطاع الناشئين بإعلان هشام حنفي مساعدا لمدير القطاع كابتن فتحي مبروك، وخالد بيبو مديرا عاما لقطاع الأكاديميات. دي تقريبا كل التغييرات اللي حصلت في النادي الأهلي بالأمس، وخلصت الحكاية وخلص الموضوع عند هذا الحد، ويبدأ الأهلي صفحة جديدة بدءا من إيد في بورسعيد، خروج من الكاس، موقف متدهور في بطولة الدوري على يعني شفى حفرة، والخروج من بطولة الكونفدرالية الأفريقية. تحرك مجلس الإدارة وتعاقد مع كابتن إيهاب جلال لتولي مهمة المدير الفني الجديد، وكابتن إيهاب جلال كالعادة مع حمد إبراهيم ومع سيف داود ومع ياسر عزت ومع مصطفى كمال، ده في الجهاز الفني لنادي أو للكابتن إيهاب جلال اللي هيقود النادي المصري. لكنه في نفس التوقيت في غضب شديد جدا من نادي أهل طرابلس، جمعتني مكالمة بسيد ساسي بعون رئيس نادي أهل طرابلس، قال لي أنه كان في اتفاق أنه الكابتن إيهاب يعني سدد شهر، ده الشرط الجزائي، لكن قال فوجئنا انه الكابتن إيهاب ما كانش في الفندق، وده امر احزننا وضايقنا جدا وزعلنا جدا يعني. فبيقول انه انا مستني رد من النادي المصري، وقال هرفع شكوى للفيفا لو ما خدتش الشهر الجزائي، وكان زعلان جدا. في المقابل المسؤولين في النادي المصري قالوا احنا ملناش علاقة بهذا الامر، النادي المصري بدور على مدرب كويس، وشاف انه إيهاب جلال هو اللي يقدر يقود الفريق في المرحلة المقبلة. وتم وضع كل اللمسات النهائية في اجتماع بالأمس في مكتب السيد سمير حلبية بالقاهرة لإنهاء كل يعني خطوات التعاقد مع كابتن إيهاب جلال، وكل جماهير بورسعيد عندها أمل كبير إنه إيهاب جلال يكون هو نقطة الفصل أو نقطة العودة من جديد لفريق النادي المصري، ونتمنى لهم يا رب كل توفيق بإذن الله. طيب كمان من الأخبار المهمة جدا اللي عجبتني قرار الجزائر انها رفضت تطبيق قرار اتحاد شمال افريقيا اللي بيسمح بالتنقل الحر للاعبين بين مختلف الدوريات. ده انت عارفين اتحاد شمال افريقيا بيضم التالي، بيضم مصر والجزائر والمغرب وتونس وليبيا وموريتانيا المفروض يعني. بهذا الاتحاد يعني اتحاد بدأ يفعل من شخصيته ومن دوره خلال الفترة الأخيرة، وبتبقى فيه اقتراحات كتيرة جدا. من ضمن هذه الاقتراحات انه اللعيب العربي او اللعيب اللي بينتمي لجنسية دولة من الدول دي لو لعب في اي دوري من هذه الدوريات مش هيبقى اجنبي، هيبقى محلي. تونس طبقته وهي حرة يعني، لكنه الجزائر قالت احنا مش هنطبقه، احنا مش هنعتمد هذا القرار، ده يعني ما ينفعش معانا، ما يمشيش معانا. قال احنا عندنا اجراءات تنظيميه وتشريعيه واجب تحضرها، خاصه بيتعلق برخص العمل والتصريح للضمان الاجتماعي. وقالت انه الخاسر في الوضع ده انديه كتير جدا موجوده في الجزائر، وبالتالي لن يعني يكون هناك موافقه. حد اتحاد شمال افريقيا كان محدد يوم الاربعاء الجاي اخر مهله للأعضاء الاتحادات الأعضاء هي الجزائر وليبيا وتونس والمغرب ومصر وموريتانيا لاعتماد قراره، ومعلوماتي أنه الاتحاد المصري لن يعتمد هذا القرار، وقرار اختياري يا جماعة مش إجباري. بالمناسبة كمان كان في اقتراح أنه هذه الاتحادات ما بينها وبين بعضها تعمل تصفياتها، يعني أنت عايز تعمل مثلا تصفيات أفريقيا تحت 19 سنة مثلا، بدل ما تروح السنغال وتروح نيجيريا وتروح رواندا وتروح، لا تعملها مع الجزائر والمغرب وتونس وموريتانيا وليبيا. كان اقتراح من ضمن الاقتراحات، والاتحاد الافريقي كان موافق على هذا الاقتراح، بس برضه هو اقتراح اختياري. هل هيتم تطبيق نظام التصفيات؟ هل بعد سنة ممكن يتم تطبيق نظام الانتقالات؟ ننتظر ونرى، لكن المؤكد ان الاتحاد المصري لكرة القدم لا نية له لتطبيق هذا الاقتراح في هذه المرحلة، لأنه عنده عدد كبير جدا من اللاعبين الأجانب.
بعيدا عن شمال افريقيا نرجع تاني للنادي الاهلي واخبار. ايضا وليد سليمان تم استبعاده، عنده الام في مفصل القدم الانكل، الجهاز الطبي فضل انه يجهزه لمباراه جيم الاسيوبي مباراه العوده، وخد حقنه لكنها حقنه يعني زي ما بيقولوا حقنه تخدير، يعني مش حقنه او مش حقنه تخدير، حقنه مسكنه. انا متاسف. من اخبار السعيده للنادي الاهلي ان احمد فتحي شارك في مران النادي الاهلي، شارك بالمران كاملا وكانت حالته ممتازه، ومحمد نجيب بدا يبقى افضل شويه في البرنامج التاهيلي وكان عمل غضروف وبعدين حصل شويه مضاعفات وبالتالي بدا يستعيد توازنه مره اخرى بشكل جيد. ده عن كابتن شريف اكرامي، كابتن وليد سليمان، والنجوم محمد الشناوي ومحمد نجيب. ده اول الاحداث داخل النادي الاهلي من الجانب الفني. لكن عندي خبر مهم جدا الا وهو في النادي الاهلي، انه بعد التعاقد مع جيرالدو النجم ده، نجم كويس قوي على فكرة، دي خطة تقيلة جدا للنادي الاهلي، بعد التعاقد مع جيرالدو الاهلي قد يعني يستغني عن كوليبالي، لانه الاهلي عنده معلول وعنده ازارو وعنده كوليبالي وهيبقى عنده جيرالدو مين ووليد ازارو، فبالتالي الاهلي كان عنده زيادة في اللاعبين، من هنا الاهلي قد يستغني عن كوليبالي. هو كان يعني العرض بتاعه كان سنة واحدة، وبالتالي مش هبقى فيه مشكلة بالنسبة للنادي الاهلي، والاهلي بيعتمد جدا على انيس بوجلبان في مثل هذه الامور، وبيدوروا له على عقد تونسي، لكن مش هيبقى سهل انه يلاقوا له عرض تونسي، لانه الامر مش بالسهولة اللي الناس متخيلها. عموما نتمنى ان شاء الله التوفيق للجميع. خلينا نروح لفاصل تاني، بعد الفاصل احكي لكم حكاية ميدو مع نادي الوحدة السعودي، ايه قصته، ايه موضوعه، وتوقعاتي لهذا الملف الجديد. اعزائي المستمعين، الحقيقة امبارح نادي الوحدة السعودي اعلن تعيين كابتن احمد حسام ميدو مدربا مؤقتا ومستشارا فنيا للنادي. الحساب الرسمي لنادي الوحدة على تويتر قال بالضبط كده: أتمت إدارة النادي اتفاقها مع النجم المصري الشهير أحمد حسام ميدو للعمل كمستشار فني للنادي حتى نهاية الموسم. قالت بالإضافة إلى إسناد مهمة تدريب الفريق الأول لكرة القدم إليه لحين التعاقد مع جهاز فني جديد. الوحدة قال مدربه البرازيلي فابيو كاريلي كانوا خسروا مباراة الاتفاق، وميدو انتوا عارفين ضرب الزمالك وضرب الاسماعيلي وضرب وادي دجلة وكان فاز مع الزمالك ببطولة الكاس عام 2014. طيب القصة ايه؟ القصة انه ميدو الحقيقة يرتبط بعلاقات طيبة جدا في المملكة العربية السعودية. ميدو بقى بصوا خدوا مني معلومة، ميدو كمدرب عنده فكر اوروبي جدا، وميدو مع الفكر ده عايز امكانيات تاني، ميدو مع الفكر ده عايز امكانيات. الظروف اللي هتبقى مهيئة في السعودية هتبقى مهيئة بشكل اكتر من ممتاز لميدو للنجاح، انا بتصور كده، يعني ينجح بشكل ممتاز وبشكل جيد كمان، عنده الفرصة وعنده الامكانيات هناك، بس محتاجة شوية هدوء كده وشوية تركيز من بتوعه، وهو الحقيقة لما بيركز بيبقى حاجة كويسة. اتمنى له ان شاء الله باذن الله كل توفيق وكل نجاح، وانه ميدو يعني يشبع هوايته ورغبته، هو امله انه فكره اللي موجود في دماغه يطبقه في ارض الملعب. معرفش يعمل ده في دجلة، معرفش يعمل ده في الزمالك، معرفش يعمل ده في الاسماعيلي، نتمنى ان شاء الله انه ينجح في ده في نادي الوحدة السعودي. وانت عارفين نجمنا محمد عواد بيلعب، هو حارس مرمى نادي الوحدة السعودي. طيب عندي موضوع مهم جدا وهو الشخصية. الشخصية بتاعت اللعيب، الشخصية بتاعت المدرب، الشخصية بتاعت النادي. ركزوا معايا الله يخليكم، لان الكلام ده مهم جدا. مثلا هتكلم على نادي اوروبي، نادي مانشستر يونايتد. مانشستر يونايتد قاعد يدور فترة طويلة جدا يبحث عن الشخصيات، شخصية اللعيب، شخصية المدرب، شخصية النادي. شخصية المدرب لقاها في أليكس فيرجسون. فيرجسون اللي قاعد يدرب النادي حوالي 7. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة.